يوم 19 رمضان يا سعيد من كل عام هو يوم ذكرى رحيل والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وهاليوم صار يوم زايد للعمل الإنساني، لأن زايد الخير علمنا حب العطاء والبذل، ورسخ مفهوم العمل الإنساني ضمن سياسة دولة الإمارات وعند كل أبنائها. وبين عام 1971 و2015 بلغت مساعدات الإمارات أكثر من 210 مليار درهم إلى 178 دولة حول العالم. الإمارات هي في المركز الأول عالميا كأكبر مانح للمساعدات قياسا للدخل القومي الإجمالي. هي الحمد لله يا سعيد. واللي يميز يوم زايد للعمل الإنساني لسنة 2017 بأنها عام الخير في الدولة. ومواكبة لعام الخير أطلقت هيئة الصحة بدبي 30 مبادرة ضمن ثلاث محاور: مجتمعي مسؤوليتي لتفعيل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، تطوعي سعادتي لتعزيز ثقافة التطوع الفردي والمؤسساتي، خيري الوطني لغرس ثقافة المساهمة في خدمة الوطن. وهالمبادرات الصحية والخيرية تشمل المرضى والمحتاجين وذوي الدخل المحدود داخل وخارج الدولة. الكل مدعو يشارك في عام الخير، خاصة خلال شهر رمضان، شهر البر والعطاء، وعساكم دوم بصحة وسعادة.